السلام عليكم. واحد صحاب مغربي عنده مغربية في إسبانيا و في مكان صحراء وصحراء، وخويا بيعطيه واحد عطيه مغربي. كي جاك الجو في اسبانيا؟ كي جاك الجو ديالنا إسبانيا بحال المغرب، الله هو الجو بحال المغرب. هذا المغرب هو لا في البرد لا في الشتاء لا في الجو لا في كل شيء. احنا شحال بعدا باش تقول لي والله ما عرفت، هما ثلاثة ولا أربعة هكا آتي ديال هكا واش. مرحبا بكم، مرحبا بك سلام. مرحبا بالناس بعدا من المشاهدين والمشاهدين الكرام والأعزاء اللي غيدخلوا كرام، اللي ما يدخلوش راه ماشي كرام. تحية لكم. اليوم ما درت والو، اليوم ما درت لا بروك لا والو. الهين ويا تبدل فيا طاريت عليه الدم كربصتهم، الهين ويا هو حري ودا كربصتهم مع فين المندور نعطيهم طالع لي الدم كاع. قلت اسيدي فوتنا خلينا نعيشو، ولا باقي انا غنفوتو في هاد رمضان ديال تدخل نهار العيد نبدا بيهم، غنعيشو نبدا بيهم من الاول. المهم قبل ما تتصور فينا ولا في راسك ولا في اتاي ما عرفتش انا فين كتصور، كيصور داير قناة بوحدو ولا واقيلا ما عرفتش ما عرفتش. صوري واش داير قناة ولا لا، صوري واش داير قناة، يكون داير قناة صرخة. المهم مرحبا بكم. وهذا هو السلو من المغرب، هذا ماشي ديال اسبانيا، مغربي قشر بيا داك الوالدة. هادشي تحية لالا زينب، راه عندها قناة صح. واحد تحية زينب بكورية، واحد تحية للحاجة زينب لا دايرة قناة زينب بكورية. الله يحفظك. راه عندها قناة ديال الطبخ ياك، وهي دير بلوكات فيها بلوكات وفيها كلشي. يا ودي دير غير وإذا عندك طيب أبو الحال اسمه الصغير طيبه وتحط لهم في القناة عمر الحاجة اللي تودي واحد الخبزة هنا بان لي هذاك النهار مخرجة تشوف النوار هذوك الناس ديال الكلام. تحية لبو عباس، تحية لبو عباس. أنا باقي ندير بوك هذيك خبزة شي كويس كي طابع ندير باش شي شورت وخرج حتى تفنقز وخرج على المدينة تما الدهور جيب مالا نبداو ولبس واحد سميتو لبس تي شورت وهذا وشورت مع مسيد وصندالة ديال الفويلة. تحية لك سي عباس، تحية للحاجة زينب، ومرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام ديال المغربية في إسبانيا. واش نقول لكم راني إسبانيا ولفتها، غادي نرجع لفرنسا إن شاء الله، نضرب ويرة ثاني ونرجع لفرنسا، نرجع لإسبانيا. مرحبا بك في اي وقت. مرحبا بكم، تحية لكم ورمضان كريم. حنا كنضربوها في التميرات حبيبنا، ها التميرات وشوية ديال السلة. الله يعاونكم، تسلم معنا.